لهم في كذا نشكر الأستاذ الدكتور بلال على هذه القيمة، وطبعا بعد أن قدم أستاذنا المهندسون ملاحظة حول هذا الموضوع، أود فقط أن أشير إلى أن هذه الملاحظات لا تنقص من جهد الباحث، ولا طبعا يمكن اعتبارها أنها تقليل من قيمة هذا العمل، بالعكس هذه الملاحظات التي قدمها الباحثون هي أو الأساتذة المناقشون هي عبارة عن ملاحظات تثري العمل، تزيد من قيمة العمل وتعطي أهمية أكثر للعمل المقدم من قبل المترشح. طبعا أنا بدوري يعني لدي بعض الملاحظات كما قلت، وهي تأكيد فقط على ما جاء بالزملاء الأساتذة من ملاحظات، واخترت فقط أهم نقاط أساسية فركزت عليها، ملاحظات اللي هي ممكن متعلقة بالجانب الشكلي والجانب المنهجي في الموضوع، وكذلك في يعني في المحتوى، لكنها هي فقط كحوصلة لما قدمه الزملاء من ملاحظات وتأكيدا على ما جاء منهم كملاحظات للموضوع. نأكد على النقطة الأولى، وطبعا وإن كان أنه العنوان لا يمكن الحديث عنه في المناقشة لأنه تم ضبطه يعني سابقا، ولكن تأكيد على ملاحظة مقدمة من قبل الأساتذة هي حول العنوان تحديد يعني البنوك الناشطة في الجزائر، وكذلك أرى انطلاقا مما قدمه الأستاذ الذكي لما تكلم على المتغيرات النوعية اللي تكلمت لي تقصدي بها هذه العوامل، لذلك أنا من هذا المنطلق وبالتالي نظرا لارتباطها بالجانب البشري وصعوبة التحكم فيها، فأرى أن العنوان يعني بهذا الشكل أو عنوان مفتوح بشكل كبير يعني كان ممكن يكون لكتاب وغير ذلك، ولكن أرى أنه يعني هو أوسع أن يكون في طرح دكتوراه. هذه كملاحظة أولى. ملاحظة أيضا ثانية تتعلق بما جاء في الملخص. إذا لاحظ في الملخص كما سبق وذكر الزملاء، الملخص كما هو متفق عليه لدى كل الأساتذة أنه يعني عبارة عن خطوات معينة، والهدف من الدراسة الوسيلة المعتمد عليها أو الوسائل الإحصائية المعتمد عليها في إنجاز هذا العمل، ثم النتائج المتوصل إليها. لكننا لما يعني أرى في الدراسة التي طبعا هو الملخص الذي قدمته الباحثة، أرى تتحدث من على نتائج دراسات سابقة من أجل اقتراح مجموعة من العوامل. يعني إحنا كي نشوف العنوان نقول العوامل المؤثرة، معنا إحنا راح ندرس العوامل التي تؤثر، ولكن لما نشوف الملخص اللي قدمته الباحثة تقول هو اقتراح دراسات سابقة، هل الدراسات هي التي تقترح العوامل المؤثرة؟ هم نضيفوا لها الدراسة على البحث. إذن الدراسة تهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة على ثقة العملاء في المعاملات الإلكترونية في المصارف. إذن فالدراسة تاعك الهدف منها هو دراسة العوامل وليس اقتراح العوامل. إذن هذا كنقطة أولى. ثم أيضا نلاحظ في نهاية الملخص يقول لي بعد تحليل البيانات باستخدام النسخة 26 للبرنامج الإحصائي لاسبي أساس وغيرها، لا توصل إلى ثبوت كافة العوامل المقترحة. إذن هنا ثبوت كافة العوامل المقترحة، معناه إحنا اقترحنا عوامل ونحاول إثبات صحتهم أو نفيهم. في الحقيقة ما نقدمه في نهاية الملخص هو النتائج التي توصل إليها. النتائج تمت وتوصلت الدراسة إلى نتائج تلك، وليس إلى اقتراح نتائج أو إثبات الاقتراحات المقدمة. إذن هذه كملاحظة يعني أرى أنه يجب ذكره. أيضاً لا أختلف كثيراً مع ما قدمه الزملاء في الجانب المنهجي، خاصة في الخطة. لما نقول ندير مقدمة للأطروحة، ومن بعد نجي في الفصل الأول نقول الإطار العام للدراسة، ونبدأ في تقديم تمهيد، ثم نتكلم على الإشكالية والفرضيات وغير ذلك، وهو كما هو معروف. طبعا هذه المنهجية المعتمدة خاصة لدى الأردن وغيرها من دول المشرق العربي، ولكننا أنها تؤدي إلى التكرار، بدليل أن المقدمة تكلمنا على المقدمة، ثم إذا نقدم لماذا؟ نقدم للأطروحة. إذا من خلال أهمية الدراسة، من خلال الهدف من الدراسة، ولكننا نزيد نشوف هنا في الفصل الأول إطار العام للدراسة، يعني راح نرجعوا للعناصر المفروض أنها تتضمنها المقدمة العامة كما ذكرت الأستاذ.
ايضا نلاحظوا انك تتكلمي على الاطار العام للدراسه، وتروحي في الفصل الرابع تقولي منهجيه الدراسه. المقصود هنا انه الدراسه الميدانيه وليس الدراسه الاقليميه، يعني اذا كان منهجيه الدراسه هي تقصدي بها المقصود الاطار العام للدراسه، معناها انا راح نكرر نفس الشيء اللي تكلمنا عليه في الاول. اذا كان المفروض في الفصل الرابع تقولي منهج الدراسه الميدانيه حتى نفرقوا بينها بين يعني الاطار العلمي الدراسه للترتيب في الفصل الاول. في الفصل الخامس ايضا تقولي تحليل وتفسير نتائج اي دراسه نتائج، لانه كان المفروض وهذه اللي راح نشوفها يعني نذكرها بعد في الملاحظه. نتائج تفسير ما تقصدي بها تفسير نتائج دراسه ميدانيه. اذا نفس الشيء في المبحث الثاني تاعها دائما في الفصل الخامس تقولي نتائج فرضيات دراسه، ولكن انا يظهر لي النتائج ما تكونش الا بعد اختبار فرضيات دراسه، يعني يظهر لي المبحث يكون اختبار فرضيات دراسه، والاختبار يصل بنا الى نتيجه، هل ننفي هذه الفرضيات او نؤكدها. اذا لا يظهر لي باش ما نقولش نتائج فرضيات دراسه، نقول اختبار فرضيات دراسه اللي هي تكون في المبحث الثاني، ومنها نصل الى النتائج التي تعطيها لنا الدراسه او يعني العمل الاحصائي اللي قمت به. نلاحظوا ايضا في يعني نفس الشيء، نرجع للمقدمه، يعني المقدمه يعني كما يتكلم عليها الاستاذ في الصفحه 3 في الصفحه 4 مقدمه لماذا؟ لان فيما بعد راح تجي في الفصل الاول تزيد تكلمي على تمهيد لماذا؟ الاطار العام للدراسه اللي هي فيه الاشكاليه فيه الفرضيات فيه، طبعا هذه في الحقيقه معناها تمهيد راه تمهيد للاطروحه ككل. اذا معناها انا انك تكلمتي مقدمه ثم تمهيد تقريبا تكلمت. في المقدمه الفصل في الصفحه 4 تقولي فقد فضح وباء كوفيد 19 حقيقه ان الاختلالات الموجوده في النظام المصرفي الجزائري ليست مؤقته ولن تزول. يعني انا حسب رايي ليس كوفيد هو اللي لانه هناك اختلال وهناك قصور في نظام المصرف الجزائري. معروف انه حتى قبل كوفيد وحتى قبل هذه الازمه يعني منذ سنوات معروف انه هناك قصور لنظام المصرف الجزائري، وانه نظام المصرف الجزائري لا يتماشى ولا يواكب التطورات الاقتصاديه والتحولات اللي تحدث سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي، وبالتالي فهذا القصور موجود منذ قبل ومعروف ومتعارف عليه. وهو لا يوجد هذه التطورات الاقتصاديه، وليس فقط ازمه كوفيد هي التي بينت هذا الاختلال. ايضا نروح للصفحه 6 وين الاشكاليه المطروحه. ما هي العوامل المؤثره على ثقه العملاء في الخدمات المصرفيه الالكترونيه؟ يعني انا يظهر لي السؤال البديهي، ما هي العوامل؟ عوامل مؤثرة، فشيء منطقي انك انت راح تستبدلنا العوامل، ولكن اللي يهمنا اكثر هو درجة تأثير هذه العوامل. هل هذه العوامل تؤثر بنفس الدرجة أم تأثيرها مختلف؟ كاين واحد تأثير ضعيف، كاين واحد تأثير متوسط، كاين واحد تأثير قوي. إذا احنا اللي يهمنا هو مدى تأثير هذه العوامل على الثقة التي يعني ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الإلكترونية. إذا هذا اللي يهمنا يظهر لي فيه. ثم في نفس تحت السطر اللي أسفل الإشكالية، وللإجابة على الإشكالية الدراسة حاولنا أولا الإجابة على 3 أسئلة رئيسية. أين هي الأسئلة الرئيسية التي تحدثها؟ السؤال الرئيسي واحد هو اللي ذكرتيه في الإشكالية. إذا من المفروض أنت قبل ما تقولي للإجابة على الإشكالية قال وللإجابة أو لدراسة هذا الإشكال يمكن تقسيمه وتجزئته الى اسئله فرعيه، يعني السؤال الرئيسي اللي قدمتيه في الاشكاليه هو سؤال واحد وليس 3 اسئله. اذا من المفروض هذا السؤال الرئيسي التساؤل الرئيسي يتجزا الى اسئله فرعيه، ثم بعد ذلك يتم الاجابه عليها لتحقيق الهدف من الدراسه. اما ايضا في الصفحه 13 في منهج الدراسه، وين تتكلمي في السطر الثالث تتكلمي انا
مفهوم إجرائي لمتغير الدراسة المستقلة. إذا حددنا المتغيرات المستقلة اللي هي تمثل في خصائص الخدمة، خصائص البنك وخصائص المستهلك، والمتغير المتمثل في الثقة في الخدمة المصرفية. طبعا هذه من نلقاوها راح نكون نشوفوا في يعني النموذج اللي قدمتيه في الصفحة 33 راح نلقاوها. إذا كما قال الزميل يعني وهي ملاحظة في محلها، انت تتكلم عن العوامل والخصائص، هل الخصائص هي نفس العوامل؟ ضرب اذا كان انت تدرس، اذا كان العوامل ليست هي الخصائص، معنى ذلك ان الشيء اللي درستيه معناها العلاقه يعني العلوم تاعك ما يتمشاش مع المحتوى، لان انت تذكر في الخصائص، في حين ان العلوم تاعك يكون العوامل. اذا اعتبرنا ان الخصائص هي نفس العوامل، تجي انت تذكر لنا خصائص الخدمه، خصائص البنك، خصائص المستهلك، ثم تروحي الى الثقه. انا يظهر لي كاين نقص في النموذج، كيف يمكن تحديد يعني العلاقه بين المتغيرات المستقله والربط بين هذه المتغيرات حتى يكون لها تاثير فيما بعد على المتغير التابع اللي هو الثقه. اذا يظهر لي كاين حاجه وسط يعني وسط تكون بيناتها يعني تكون في النموذج، كاين اشكال في النموذج. كيف يمكن هل ندرس كل خاصية أو خاصية الخدمة باعتبارها عوامل بشكل منفصل، الخصائص بشكل منفصل، الخصائص المسائل بشكل منفصل، ثم ندرسها كمتغيرات مستقلة ما عندهاش تأثير على بعضها البعض، ما عندهاش ارتباط بعضها البعض، ومباشرة كل واحدة تأثر على حدة على الثقة، لأن في النهاية أنت درتي التأثير تاعها كامل على الثقة، تأثير واحد، تأثير يعني يكون متزامن ويكون تقريبا ممكن يكون بنفس الدرجة وهو مختلف إلى غير ذلك. إذا كان نقص في النموذج، يعني أرى أنه هناك نقص يعني يمكن تداركه بشكل أو بآخر. وفي نفس الوقت لما تقولي خصائص الخدمة، الخدمة في أي مجال، الخدمة التي تتم فيها الخدمة في القطاع المصرفي، القطاع البنكي، إحنا نعرف الخدمات هي عديدة. إذا فأي خدمة تقصدي بها خصائص الخدمة؟ طبعا حتى يعني باش ما نزيدش نطول فقط، الملاحظة الأخرى اللي لازم نقدمها هي تتعلق بنتائج الدراسة. نتائج الدراسة، أنا أنت تكلمتين عن اختبار الفرضيات، وفي كل فرضية حددتين مجموعة من النتائج المتوصلة. أنا يعني أرى أنه كان من خلال ما تم اختباره من الفرضيات نصل إلى صياغة جملة من النتائج، ممكن تكون جملة من النتائج لإطار النظري وجملة من النتائج للدراسة الميدانية، وتكون تتضمنها الخاتمة، لأن يعني الخاتمة تاعك لما نشوفها مكونة من صفحة ونصف وكأنها خاتمة لمادة. إذا الخاتمة إذا لا تتضمن خلاصة النتائج التي يمكن تجسيدها والتي يمكن الاستفادة منها من قبل القطاع المصرفي، إذا فكيف يمكن اعتباره؟ فقط قدمت نتائج اختبار الفرضية ولم تقدم نتائج للدراسة ككل. إذا كان ممكن في الخاتمة تاعك تكون هذه النتائج، ممكن تجسدها نتائج دراسة النظرية، نتائج دراسة الميدانية. منطقي، ولكن تكون ضمن الخاتمه، ثم بعدها تقدمي الاقتراحات ورؤيه الباحثه لهذه النتائج التي يمكن ان نستفيد منها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر. هذه كنقطه، ثم نزيد ناكد الملاحظه اللي قدمتها الاستاذه حمداني حول الاسئله الايحائيه للفلسطينيين. كانت كلها ايحائيه، يعني وكانك توجهتي للشخص اللي قدمت له الاسئله، توجهيه انه يقول نعم ولا يقول لا. من خلال اعتقد ان اعترف هذه كانت كلها اسئله حلوه، وبالتالي باش تكون اكثر موضوعيه فيجب تكون محايده. اذا طبعا نشكر الباحثه على ما قدمته من مجهود لتقديم هذا العمل الذي هو امامنا، وطبعا الملاحظات كما قلت سابقا لا تنقص من جهدي شيء، بل تزيد في اهميته وتزيد في طبعا إثراء هذا الموضوع حتى يتم وضعه على مستوى المكتبة في شكل يعني شكله نهائي، يكون يعني يتم توقيعه وتم يعني الأخذ على اعتبار الملاحظات التي قدمها زملاء الأساتذة. فأشكر مرة أخرى. طبعا إذا الأستاذ عنده ممكن ملاحظة ثم بعد ذلك نعطيه وقت للإجابة. إذا تفضل الدكتور حسن. من حسن حظك ومن جهلتك لجنة يعني مكونة من أساتذة الأفاضل، يعني
حقيقة كل ما تم التطرق إليه يعني كان تصل بها. أنا فقط حبيت ندير ملاحظة عفوا على ما تقدم به الزملاء فيما يخص المقاربة الكمية، عندما نقوم نحن بمعالجة متغيرات وصفية. يعني جرت العادة أنه من 10 إلى 15 سنة الأخيرة هذه الدراسات الإنسانية كل البحوث التي تناولت الجوانب الإنسانية يعني في مجال متعلقة بالسياق إلى آخره، إلا وإن يعني قمنا بإدخال الجانب الكمي في الدراسات كما قلت الأستاذة رحنا خلاص ضعنا تهمة. إن البارحة كنت نشوف في دراسة يروها مؤخرا دراسة بيك داتا يعني ميتود دكون ديجا يروها على ليفيكاسيتي تاع الهيدروكسيكلوروكين على الكوفيد 19 يروها 4 باحثين مشروع في أكبر مجلة في العلوم المنطقية في العالم في المنصات الإنجليزية ايتود باسي سور دي دوني بيك داتا 4-3 من الباحثين هذوما سوسون ريتراكتين المجلة حذفت المقال. لماذا؟ لأنه تطمعنا على معطيات إيتيروجان ليش هوموجان، وبالتالي النتائج المتحصل عليها لا تعكس حقيقة موضوعية، لا تعكس حقيقة موضوعية. نقطة خلاف في الدراسات الإنسانية كما قالت الأستاذة نحن وكنا نديو في الفيديو ديجا المبحوث هذا نجيبوها وبصيغة إيجابية. هذا مشكل في البحث وكذلك مشكل في الإنشاء السلم المعتمد، نعتمد بزاف على سلم ديكارت. سلم ديكارت نقولوا احنا سلم الإنشاء سوبجيكتيف ماهيش اوبجيكتيف، ذاتية دي تكون غابة على بحث. دونك نحاولوا ما نكونوش بزاف تابعين للحسابات كما يقول طافيت فيوم قبل يقول كل كلام لا يستدل عليه في الاقتصاد بالارقام فهو نخل. ولينا نخافوا من الارقام حق ولينا نخافوا انا جو بونس بلي كنت نتبناه من ابروش اوبسيرفاسيونال يعني بالملاحظه تاعنا كاليتا ديال كنا كنت نخوض في الارقام هذه بطريقه يعني فيها مغالاه بزاف بزاف، وبالتالي راح نسوقوا نحو اشياء يعني شكرا جزيلا استاذ. لا هي اكيد انا نسبه نتكلم على الاستبيان نتكلم على مما لا مصداقيه هذه لا الاجابات المقدمه. اذا هذا طبعا نخليها للزملاء ممكن في جلسه سابقه. طبعا دون اطاله نعطيو المترشحين نعطيو من 5 إلى 7 دقائق للإجابة على ما يمكنك الإجابة عليه من هذه المراحل. كتفضل مع انه نحكي على خدمه المصرفيه الالكترونيه الى اني
أؤمن بالكتاب وأؤمن أن الله علم بالقلم، يعني ما هو وجود القلم وجود. أحيانا أكتب دون أن ألجأ إلى كتاب أو كذا، أكتب فكرة تجيني فكرة وبعدين مش نبحث على المرجع، لأنه إحنا الباحثين مقيدين بالمرجع، لازم تجيب المرجع الصفحة كذا. ممكن الأستاذة قالت لي كاينة حوايج ماكش مهمشتها، بالعكس أنا رعيت التهميش إلى درجة أنه لما ما لقاش طبعة الأولى أو ثانية نكتب دون طبعة للتأكيد أني قريت هذا الكتاب، لما لقى اثنين دور نشر نكتبهم اثنين. فنحب نكتب المعلومات على أني صح رعيت الأمانة العلمية، ولكن لما تكون فكرتي الأستاذة كانت تعطي ملاحظة كي تكون أفكارك اكتبيها قرا ولا بدليها مش تبان لي في الإضافة تاعك. أنا لما بذكر إحصائيات مثلاً إنه نسبة الأمية ونسبة الأمية المعلومات كانت في انخفاض، أنا مضطرة لأني نكتبها لأنه هذا مش البيت مرجع، ولكن دائماً نحط فقرات قصيرة وعبر فيها عن رأيي الخاص، إنه هذه تبقى إحصائيات أو تصريحات للمسؤولين، هي مش بالضرورة تعكس الواقع. كذلك لما نكتب على عدد البطاقات المصرفية أو كذا دائماً نكتب ملاحظات إنه أصبحت مش بالضرورة إنه يستعملوها استعمال في محله، ولكن مجرد مظهر للتفاخر فقط إني أملك بطاقات إلكترونية. نعرف كذلك إنه نصيب بريد الجزائر من العملاء في جزء هو تقريب 80%، يعني مادية حصة الأسد، وممكن عدم ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الإلكترونية كان نتيجة حتمية لعدم ثقتهم في بريد الجزائر نظرا لتاريخه الأسود من الاختلاسات وما إلى ذلك. نحن جميعا نعلم ضعف المنظومة المصرفية، كما قلت الأستاذة لقد لفتت انتباهي إلى عامل مهم اللي هو ثقافة البنك، لكن الجزائر هي تسعى كباقي بلدان العالم الثالث إلى أثبتة الأجهزة المصرفية، كذلك إلى اللجوء إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهذا مش خيار ولكن بيدها، ولكن هي حتمية فرضها واقع الحال. بالنسبة للأستاذ على المقابلات، أنا بكون صريحة وقد كررت لي فكرة التكرار، وهذا كاين مثل أردني يقول لك إذا اثنين قالوا لك راسك مش فوق كتافك تفقدوا، يعني ما دامت جميعا قلت التكرار فأنا أعترف أن التكرار موجود. نعم، لماذا؟ أول شيء هو بالنسبة للإشكالية أنا تبعت الطريقة المشرقية صراحة لأني نجدها أكثر تسلسل منطقي، وبعدين لما تشاورت مع الأستاذة قلت لي مثلا الفرضيات والأسئلة الفرعية تأتي قبل الدراسات أو الأدبيات السابقة، ولكن منطقيا أنا أبحث ما هي العوامل المؤثرة في الخدمات المصرفية الإلكترونية، لما نسقطها رأسا إنه هل الخصائص الخدمة تأثير، هل كذا تأثير، وكأني منين جبتهم؟ هذا لازم ندير أولا الأدبية السابقة، الدراسة الفلانية أخذت مثلا نموذج طار، الدراسة اللي بعدها نموذج طار وأضافت بعض المتغيرات، في الأخير ناخذ أنا المتغيرات اللي نلقاها تعكس الواقع الجزائري من خلال مقابلات أو ملاحظة أو كذا، يعني وش هو اللي هو الموديل. الموديل والمتغيرات. بالنسبة للتعريفات، الأستاذ التعريفات الإجرائية حطيتها في الفصل الأول اللي هو الإطار النظري للدراسة، حطيت التعريفات الإجرائية لكل متغير، ومن شدة إنه كاين تكرار ممكن لأني حكيت عن المقابلة قبل، فالأستاذ قال لي أنهي أسئلة المقابلة بصفحة 150، وحكيت من هو العميل المميز، وحطيت حتى في الملاحق أسئلة المقابلة بصفة يعني في جدول، وحطيت حتى الإيميل المهني للعميل اللي هو أستاذ جامعي، والخبير المخطط البنكية. لماذا أخذت من كما قالت الأستاذة علاش ما أخذتوش من نفس البنوك اللي وزارة الاستبيان، هو رغبة مني لتوسيع نطاق البنوك اللي خذتها بعين الاعتبار، هي العاملة في الجزائر، وأنا داركت أساتذتي الكرام العدوان، لأنه ما نقدروش حنا للأسف كاين بزاف الباحث الجزائري يتعرض لبزاف ضغوطات، يعني باش يبدل العنوان تاع الدراسة من سنة لسنة لازم له إجراءات كثيرة بيروقراطية باش يبدل، فأنا تداركت الموضوع وكتبت في الداخل في الفرضيات وفي التساؤلات، كتبت البنوك العاملة في الجزائر وليس البنوك الجزائرية، اعترافا مني أنه مجموعة هذه البنوك ممكن تكون جزائرية
كويتية جزائرية بريطانية فرنسية، فهي مش كل البنوك العاملة في الجزائر هي بنوك جزائرية بالفعل، متدرج ذلك في الفرضيات. بالنسبة لي أنه لما نسأل مدير البنك ما يعطينيش نفس، يعني يعطيني أسئلة أجوبة متفائلة، هذا ما يمسته. يعني لما نسأل ونقول كل شيء مليح معنا حتى صعوبات، لما نسأل العميل يعطيني صعوبات، فتقاطع الأجوبة هو اللي يعطيني، وخاصة الخبير. علاش أستاذ علاش اخترت هذا الخبير؟ فرصة لعمل تربص في باي بال، شركة باي بال في ماليزيا وفي كوالالمبور، ولقيت باللي الخبير المخاطر البنكية هو جزائري من ولاية جبالنا، وهو اللي عطاني كثير من التفسيرات على مشاكل بناء الثقة في الجزائر، باعتباره هو يعمل في مجال أصلا أمن وسرية المعلومات في ماليزيا، وكذلك عنده تجربة مع مغتربين في الجزائر، والفرق الشاسع بين ثقتهم في التعامل الإلكتروني مع البنوك في الجزائر والتعامل الإلكتروني مع البنوك في خارج الجزائر. كذلك بالنسبة للعينة القصدية، أنا كان في ودي مثلا ناخذ بنك واحد ونروح مثلا أو في الشرق أو كذا، بس هذاك هو اللي لازم نجيب مجتمع دراسة اللي حكى عليه الأستاذ الملكية. هذه لي بنك لو تقول فقط كم هو عدد المتعاملين ولا اللي طلبوا بطاقات مصرفيه، ما يمدليش انا حتى العميل المميز اللي حبيت نجري معاه مقابله باش يعطيني الايميل، فقط قال لا هذه سريه بيانات العملاء فروحي مثلا قال. بالنسبه للعينه القصديه لماذا اخترتها؟ انا كان في ودي انه تكون العينه تابعه على ايمان على الاقل ما هي الخدمات المصرفيه الالكترونيه. يعني انا لما قالوا لي مش راح يعرفوا حجم البنك ولا مش راح، انا حجم البنك كتبت في الاسئله انه مثلا هي عدد فروع البنك الذي اتعامل معه او الامكانيات التقنيه، شرحتهم في شكل الاسئله هذه. انا معترفه ان الاستبيان هو ليس دائما طريقه للوصول الى نتاج، واكثر اكبر دليل على ذلك انه قلت باللي خاصه الاستاذ حداوي انه التفسيرات تاعي كانت قصيرة. يعني أنا لما لقى مثلاً إنه الدكاترة هم أكبر فئة اللي ما عندهمش ثقة في خدمة المصرفية الإلكترونية، كيف أفسر هذه النتيجة؟ يعني لازم خذيت وقت باش عرفت، لأنه كل ما زاد المستوى التعليمي لدى العميل كل ما زاد إدراكه لهذه المخاطر البنكية اللي كاين ممكن يسرقون المتواصل كل. فلذلك ما حبيتش نجيب تفسيرات من نشكر الزملاء على هذه التوضيحات، فقط اريد التعقيب على كلمه لما نتكلموا على اختيار الموضوع هو ما قلت بزاف الديمقراطيه هي في الحقيقه ليس ديمقراطيه، لانه الهيئات العلميه للكليات وهذه الجامعه هي التي تضبط هذه المواضيع بشكل نهائي، والطالب اذا كان امامه 4 سنوات لانجاز بحثه، واذا كان كل سنه لديه الموضوع متى سينهي وسيتم هذا الموضوع. لذلك كان من البداية يعني تمنحه فرصة أنه يحدد ويضبط الموضوع تاعه في فترة ممكن تاع 6 أشهر إلى غير ذلك، بعد ذلك يتم الاعتماد على هذا العنوان والعلمية حتى يعني يكون عنده فرصة كافية لإنجاز هذا الموضوع والمسار البحثي تاعه. وشكرا. إذا دقيقة تفضل. أشكر المجلس من المناقشة لأنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بداية مع الأستاذ حداوي، يعني كنت ناطق مع الأستاذ مع زميلي الملكية، قلت له الأستاذة كانت مدير بنك في تونس وكانت متخصصة، يعني هذه الأمور يعني بالنسبة لها من سنوات سابقة، لذلك كان الطرح تاعها جد موضوعي ما شاء الله وعلمي. أيضا الأستاذ الملكية ما شاء الله يعني الإمام بالموضوع، وكذلك الأستاذ بطور والأستاذ بوعزيز والأستاذ الحسن، فقط طلع لي لا مش كاتب الموضوع يعني فقط برك عندي ملاحظه، يعني لو كانت هناك ثقه للزبون الجزائري في الخدمات المصرفيه الخدمه الالكترونيه لما عندناش الطوابير درك اللي قاعدين درك واللي نقص السيوله الى اخره. وشكرا زملائي الافاضل. شكرا لكل الزملاء على ما قدموه من ملاحظات، ايضا نشكر الباحثه على الجهد المبذول في إنجاز هذا العمل.
يستسمع للمباحثة والزملاء من أجل المدونات حول هذا الحديث.